مشاهدينا انا رجعت معكم اكيد انا كمان نهار الاحد رح كون مباشره عن التلج بكفر دبيان. رح تكون حلقه كتير كتير خاصه. رح يكون معي شادي مثل العاده ورح يكون معي مجموعه صبايا عم نشتغل على امين سكيك بوت ورك اوت. رح تكون حلقه كتير مميزه. رح تكون حلقه كتير فيكم تحضروها وتتعلموا منها, وحلقه كمان تقدروا تشاركونا اكيد الكارديو فاسكولار ورك اوت يلي رح نكون عم نعمله مباشره من كفر دبيان ومن التلج ومن السقعه. اليوم رح ركز على عضلات شولدرز, بعرفوا بينقسموا لثلاث اقسام, قسم امامي قسم بالوسط وقسم خلفي. كمان رح ركز على عضله الترايسبس العضله ذو ثلاث رؤوس كمان مثل ما بدل علي اسمها. اكيد لليوم نحن من التنين لليوم بنكون غطينا كل الكومبوننتس اللي ممكن نعملهم بالتمرين الاسبوعي تبعنا. انتم بتعرفوا لازم كثير ناس بيقولوا وهو في معدلات للتمرين بيقولوا تمرن ثلاث مرات بالاسبوع او مرتين بالاسبوع او من اربع لخمس مرات بالاسبوع. انا دائما بدعي لنتمرن ست مرات بالاسبوع وناخذ نهار واحد راحه, ولكن نقسم التمرين تبعنا ما تكون حيلا سيشن بنعملها بتاثر على السيشن التالي يلي بنعملها بالنهار الثاني. يعني لازم نكون عم نعرف نقسم تمارين رياضيه بلا ما نكون عم نزعج جسمنا. ناخذ ريكفري, ناكل اكل صحي دائما, ننام دائما 8 ل 9 ساعات كل يوم, هيك بنكون نحن السايكل تبع اللايف تبعنا عم بكون عم بينعمل بطريقه كثير صحيحه. رح بلش بالفرونت دلتويد. اكيد العضلات الاماميه بعد ما عملت انا وورم اب وستريتشنج العضلات الاماميه للكتف, ومن هون واحد اجري عوسع الكتف شادد المعده ودقني عالي, ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. وصل معنا على الاستوديو هلا إلي أبو صالح الملقب بجراندايزر, رح يكون كمان عن التلج معنا. إذا بتحب تتمرن معنا نهار الأحد كمان لايف بكون كتير منيح. خلينا نروح على مشاهدينا على سوبين بوزيشن. استلقي على ظهري على الستاب واشتغل. نحن مشاهدينا قبل ما كفي الحركة رح نروح لوقفة ورح ارجع معكم. اكيد مشاهدينا بسوبين بوزيشن نحن في عدة حركات فينا نعملهم لعضلات الترايسبس. عضلات الترايسبس هن من اكثر العضلات اللي الصبايا بعينه من الترهل فيه, واكثر انا اسئلة بتجيني لا كرمال تمارين الترايسبس بتكون من الصبايا, وخاصة الصبايا للأسف يلي ما عندهم رجيم رياضي وما عندهم روتين رياضي بيتمرنوا فيه on a daily basis أو on a weekly basis. خليني بلش بحركة بدها شوية stability, مع أنه أنا رح كون نايم على ظهري. فيكن تعملوها على step أو على bench أو حتى على fitness ball بس ما بكون في stability كتير. من هون single كوعي ثابت, single double double معدة دائما مشدودة, كمان سنجل سنجل دبل اند دبل, بعد مره سنجل سنجل دبل دبل. بجرب قد ما في ثبت كوعي, والحركه بتصير من مفصل الكوع يلي هو بقد الحركه اكيد, وحركه الترايسبس لما اعمل ترايسبس اكستنشن بتكون عم تشتغل. خلينا نروح على الكتف. اذا بدكم مشاهدينا بحلقه ثانيه رح كون عم بشرح اكثر لنفهم الجسم. نحن لازم نعرف شو اذا بدكم الخطوط الوهميه او اللي بنسميهم نحن البلينز او المستويات اللي هي بتقسم الجسم. يعني في عنا خط وهمي بيقسم الجسم لميله اماميه وميله خلفيه, في عنا خط ثاني بنقول له ساجيتال بلين اللي هو بيقسم الجسم لميله يمين وميل شمال, وفي عنا ترانسفيرس بلين اللي هو خط وهمي كمان بيقسم الجسم ما بين جسم اعلى وجسم اسفل. هدول لما نتعلم الثلاثة بلينز نحن كيف نشتغل عليهم اكيد رح نبقى عم نفهم الحركه اكثر والبايوميكانكس تبع الحركه وكيف بنأدي الحركه اكثر. خلينا نروح على لاترال ريز وفرونت ريز. اجمعهم مع بعضهم, رجع كتافي لورا بشد المعده, اجري كمان من تحت على وسع الكتاف, ودائما الركب مشدودين وما بعمل السوينج انا وبستعمل اسفل ظهري لاعمل فلكشن واكستنشن. مشان هيك بثبت قد ما في عبر المعده تبعيتي. لاترال ريز فرونت ريز لاترال ريز اند فرونت ريز مور اند مور. كمان
كمان lateral front دقني عالي lateral آخر مرة lateral raise and front raise برجع بنتقل لحركة للترايسابس تتطلب مني أكيد تثبيت ولكن رح ياخذ اتصال من ألكسندر قبل ألو بونجور ألكسندر كيفك؟ كيفك اليوم؟ ماشي الحال ما تواخذني عم تلفن بس صرت كذا مرة بتلفن ولا مرة عم بيحاولوني لا يلا دايما أكيد بالعكس ما اتصالات أو شيء بالعكس بتكون الحلقة بركي كارديو فاسكولار وما في اتصالات بس أنا اليوم هلا معك قل لي كيف يساعدك؟ بدي أسألك شيء إنه أنا بسبح كل يوم ثلاث ساعات بالبسين 50 متر أوكي بعمل سبور بالجيم وهيك بس المشكلة الوحيدة إنه أنا ما بحب أمشي على تريدميل وعلى الإلبتكل بحب أمشي برا على الطريق وهيك هل هالشيء غلط؟ لا بالعكس أبدا فيك تعمل أوتدور أكتيفيتيز فيك تعمل إندور أكتيفيتيز يعني ألكسندر فيك تعمل فيك تستعمل عدة كارديو فاسكولار اكسرسايزز يعني مش بس تكون عم تشتغل على التريدميل فيك تعمل اي اف اكس فيك تسبح مثل ما عم تعمل ما بعرف قديش الثلاث ساعات فيك يكون وقت اقل من هيك لتقدر تكون عم بتضاين اكثر يعني كل يوم عم تقدر تتمرن فيك تستعمل البايسيكل فيك تستعمل كل الادوات اللي هي تنزل تحت خانه اذا بدك كارديو فاسكولار تريننج ولكن اللي عم تعمله بالسباحه منيح جرب مره واحده قطعها على التريدميل ومره ثانيه اذا كان في شتي او شيء عمول على التريدميل او على الاي اف اكس او حتى على البايسيكل وجرب مشي برا كمان لكن كوعي لاعلى نقطه بشد المعده منيح اب اند داون واحد اثنين كمان الكوع هو اللي عم بيعمل اكستنشن اربعه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة two more to go one and two يعني جربوا قد ما فيكم مشاهدينا ما تتأيدوا يعني ما تقولوا أنا لازم أعمل هذا الشيء بس أو أكون مجبور أعمل هذا الشيء في بعالم الرياضة قد ما بدكم varieties نقدر نشتغل عليهم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد واثنين عظيم خلوني أنا أنتقل لحركة كمان للشولدرز من هون رح ثبت حالي على فتنس بول ظبط ركابي على فتنس بول قد ما فيي ثبت وضعيتي ومن هون up and down 10 مرات 1 المعدة مشدودة 2 3 الموشن اللي عم بعملها هي arc with motion يعني عم بطلع من هيدا الخط وعم بعمل حركة نصف دائرية لفوق راسي ما عم بطلع دغري وعم برجع انزل رح كمل بالحركة انا انتقل لتاني ايد overhead one arm shoulder press رح نروح لبريك هلا وبعدين رح نكون مع auto focus تابعوني نهار الاحد من كفر دبيان.